السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم تمام. هذا الفيديو راح نشرح به طريقة تغيير اسم الايميل او تغيير اسم جوجل او تغيير اسم قناة اليوتيوب. اتمنى تتابع الفيديو للاخير حتى تفتهم الفيديو وبصورة صحيحة، ولا تنسانا من الاشتراك واللايك بالقناة حتى يوصل لك كل شيء جديد. اول شيء ندخل على القائمة، راح نروح على تطبيق جيميل، نضغط بالركن الاعلى اللي بداخل الدائرة، ثم نروح على ادارة حسابك على جوجل، ننتظر في الدقيقة. وراها نروح على المعلومات الشخصية، ثانية واحدة نضغط على الاسم، شوية النت بطيء يعني ننتظر فد شوية. نكتب الاسم الاول والاسم العائلة وننطي موافق او التالي. ننطي حفظ. طبعا مثل ما تشوفون قد يستغرق التغيير بعض الوقت حتى يظهر في كل مكان. يراد لنا 24 ساعة حتى يتغير على اليوتيوب او على اي تطبيق اخر. نرجع خطوة ونحدث الصفحة ونشوف الاسم تغير او لا. حاليا محمد علي مثل ما شفتوا تغير الى حسين عباس. اتمنى تستفادون من هذا الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. مع تحياتي.